صف على بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. معكم بن عيسى عبد السلام قائد سائق تاكسي مدينة تطوان، 48 سنة وأنا سائق تاكسي. باش نهضروا أولا على حسب السياقة والطرق وحال هذه مع اليوم راه تردد بزاف. السياقة كانت شوية فيها واحد الاحترام، السائق كيحترم الأولى كيخاف يخلص المخالفة، ورغم أن المخالفة كانت 10 دراهم و 25 درهم والكبيرة كانت 35 درهم، وكيخاف من كيجي يوقف شي مطعم وكيشوف الشوطي ويختار شي دوبل في خط متصل. كانت الشرطة شوية شرطة، كانت الشرطة مسيرة. اليوم لا حول ولا قوة إلا بالله، كيقول شوف الضوء الصفر الضوء الأحمر كيدور في الخط المتصل، رغم أن المخالفة غالية 700 درهم 700 درهم. هكذاك واحد الفوضى واحد الفوضى. أما التاكسي كان واحد، كانت واحد 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 الحلاوة ديال سائق التاكسي، كانت الحلاوة. علاش؟ كان من الكونفيونس الأولى نهضرو على رخصة الثقة. رخصة الثقة ديرها بواحد 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 الحفاوة، بواحد بواحد الصعوبة. خاصك على الأقل واحد 6 ولا 7 ديال الأوراق جملتهم حسن السيرة. اليوم أخو خرج من السجن التاكسي بالله. هادشي ماشي معقول. في كاين المشكل دابا هكا؟ المشكل هو دابا رخصة الثقة، ما بقاتش رخصة الثقة، رجعت رخصة التينا، برميتينا هذا. أنا كنسميه برميتينا، كنسميه برميتينا. علاش؟ لأن ما اللي جاي يدخل المهنة، اللي جاي يدخل، أخو مزوج الحبس وكيدي التاكسي، أخو خدام في التاكسي وحصل شي مصيبة، دخل للحبس خليه يتعاون رجع للتاكسي. حنا كان التاكسي في الوقت ديالنا إلا غنيتي غير 3 شهور وجيتي تخدم كيقول لك جيب لي واحد حسن السيرة. الله يرحمك. كنتي مع ماشي اليوم والو. اليوم اخو غاب عند الحبس وجا ودخل التاكسي. نعم ايه ونقولهم لك كاع. لا بلا سميه بلاش. لا حتى شي نسميو. هادشي مابقاش الشرطه، مابقاتش الشرطه اللي كانت. كانت واحد هيبه وخصي مولا كامل يمين كتجينا واحد الكورسه كنقولوا خارجين كنشوفوا الدار ديال البوليس ولا ديال الدرك قبل نعوض روحي. ما خصني غنمشط. مقوت واحد الهيبة كانت. اليوم ما بقاش بول هيبة. اليوم اخو كيجبر الشرطة بالطريق بحال اللي تمشي شي مكارا بحال اللي تمشي. انا كنهضر بكل وضوح، انا ما كنخاف حتى من شي حاجة، ما كنهضرش بالسياسة، كنقول الحق اللي كاين. بالنسبة للحوادث اللي كيوقعوا فيهم، الحوادث ما بقاوش كيحترموا الاحترام والو. انا قدامي كيدوز اخو عنده ستوب واخر كي وبلا بواحد السرعة مشى بكا غادي يلقى شو يعمل هذا ويشوف. جمهور التاكسيات بعدا واحد الشارع كان واحد المحطة كيقولوا لها طرانة فيها ستوب. والله العظيم إلا كيجيو غا قبيل واحد التاكسي صفر بالكاترين كيز كلاكسونيت عليه شنو على لا يدو عليا رغم أنا قد جدو. ما بقاش الاحترام، ما بقاش الخوف. كان السائق كيخرج خوفان، عندك يعمل شي مخالفة، عندك يوالي شي واحد، عندك يدخل فيه شي واحد. اليوم ما كيخرج جاع، يدخل ولا ما يدخلش. علاش؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. رسالة أخيرة؟ رسالة أخيرة كنقول لهاد السائقين الله يرضى عليكم، الله يرضى عليكم، تعاملوا مع المواطنين. واحترموا قوانين السير. وبالله عليكم دوقف بالسينيال، دخلت بالسينيال، انت كتشوف راسك غادي دوقف على شبر الشمال، مشى على اليمين، او اخو مشى على الشمال كيسير له شي واحد وكيوقف لك. هادشي ماشي معقول. هو انا والله يهديكم والله يرضى عليكم. وانا ما بقيت والو 58 سنة السياقة، نهار 31 شهر واحد اللي فات غلط 50 سنة السياقة. هادي اختار من 30 سنة، اختار من 30 سنة ما عقلت خلص شي مخالفة. علاش؟ علاش الشرطة كانت توقرني هنايا، الشرطة كانت كتوقرني. علاش كتوقرني؟ أنا كنوقر راسي. كان جي نوقف واحد مطعم ماشي نوقف لشي واحد من الشرطي كنعمل له بيبي اسمح لي. هو كيقول هادشي مين اعتبر؟ لا حشومة وقاف نزل. واحد اخو كيشوف الشرطي بحال ما تا حتى شي حاجة، ملي كيجي يقول له الوراق يقول لك هذا قبيح. لا ماشي قبيح،
كما كيخدم القانون ديالو واش القانون ديالو وخلي ان شاء الله يرحم والديك هاك ديالك ان شاء الله يرحمه. لا هادشي ماشي معقول. ملي كيقولوا لي شي شرطي هذاك قبح كنعرفو مزيان كيطبق القانون هذا كيطبق القانون لا ماشي والله يرضى عليك. شكرا بزاف عمي الحاج وكنشكر هاد صوت العداله صوت العداله هاد التضحيه اللي طاحت وجات لعندنا وعطتني وقت وعطتني فرصه باش هذا واجب نتكلم والله يرضى عليكم والله يرحم الوالدين وشكرا جزيلا. شكرا بزاف عمي الحاج.